مزيد مشاهدينا من المتابعة، ينضم إلينا عبر سكايب من الرياض السيد ناثان تيك المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية. سيد ناثان، بعد تحية، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أول رئيس أمريكي يبدأ زيارته الخارجية لدولة عربية إسلامية، كيف تتوقع أن يقدم الرئيس دونالد ترامب نفسه لرؤساء الدول العربية والإسلامية؟ بدون شك هذه زيارة يعني غير مسبوقة وتاريخية، وهي أول مرة في التاريخ حيث رئيس أمريكي يجتمع في هذا العدد الهائل من القادة من الدول الإسلامية والعربية. فهي خير دليل على أن يعني هذه الحكومة وهذا الرئيس جدي جدا في مواجهة التهديدات المشتركة، لا سيما تهديد الإرهاب. فنحن ندرك بأنه لابد من يعني مد يد العون ومد يد المشاركة والتعاون في مواجهة هذا التهديد. ورئيس دونالد ترامب يحمل رسالة الوحدة والدعوة للعمل معا من أجل دحر واستئصال الإرهاب. نعم سيد ناثان، يعني الملف الإيراني يمكن أن يكون هو الملف الأبرز في هذه القمة، كيف تتوقع أن يكون الدعم الأمريكي لدول الخليج العربي؟ هل ستوقف عند عبارات الشجب والندب للتدخل الإيراني والأطماع الإيرانية في المنطقة، أم هناك سياسة خارجية معينة سوف تنتهجها الإدارة الأمريكية تجاه هذه الأطماع الإيرانية في المنطقة؟ إيران تمثل أكبر مصدر لعطاء الاستقرار، وكذلك يعني هي الراعي الرئيسي للإرهاب في المنطقة، وهي تعيث في الأرض فسادا في سوريا واليمن والعراق وفي مناطق أخرى. في الأمس الحكومة الأمريكية أبرمت اتفاقية بقيمة يعني 110 مليار دولار من المعدات العسكرية والأسلحة من أجل ضمان أمن السعودية، وكذلك لتعزيز قدرات السعودية ودول الخليجية للدفاع عن نفسها. فهذه صفقة كانت إشارة واضحة لأعدائنا ولأصدقائنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تألو جهدا من أجل ربع هذا فيما له صلة بالشق العسكري. سيد ناثان، فيما له صلة بالشق السياسي، هل هناك دعم سياسي سوف تقدمه الولايات المتحدة لحليفتها أو حلفائها في المنطقة؟ بدون شك هو ليس من الغريب بأن الرئيس دونالد ترامب اختار السعودية دولة إسلامية دولة عربية كالمحطة الأولى يعني في يعني أول رحلته خارج الولايات المتحدة. فهي خير دليل على أن نحن على مستعدون جدا أن نتعاون ونقدم الدعم السياسي لشركائنا. سريعا سيد ناثان، يعني فيما لو وصل به الملف العربي الإسرائيلي، يعني الدول العربية ملتزمة بما أفرغته قمة بيروت فيما له صلة بمبادرة السلام العربية التي تمخضت عنها قمة بيروت في عام 2002، وهذا موقف عربي موحد. ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه الإدارة الأمريكية لحلحلة الأزمة العربية الإسرائيلية؟ رئيس ترامب سوف يزور إسرائيل وسيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك مع رئيس السلطة الفلسطينية. فيعني نحن لا نستطيع أن نفرض حلا على الطرفين، ولكن نحن سندعم أي حل يؤدي الى السلام في الشرق الاوسط. لكن التقرب الامريكي الاسرائيلي سيد ناثان يعني معروف للقاصي، ودانيال البعض يعني يشير الى ان الرئيس دونالد ترامب يمكن ان يكون هو المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي فيما له صله بشق النزاع العربي الفلسطيني، تختلف ام تتفق؟ كما قلت يعني الولايات المتحده الامريكيه سوف تدعم يعني حل سلمي وحل تفاوضي بين الاسرائيليين والفلسطينيين، ونحن طبعا كان عندنا اجتماعات وديه ومكثفات بناء مع الطرفين، الطرف الاسرائيلي والطرف الفلسطيني، فنحن سوف نستمر في النهج على هذا الطريق. سؤال الأخير لك سيد ناثان، يعني فيما لو وصل به العلاقات المصرية الأمريكية، كان دونالد ترامب في لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن أن العلاقات الأمريكية المصرية فيما لو وصل بإدارة أوباما لم تكن في أفضل حالاتها، ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه إدارة أوباما لمصر؟ بدون شك أنه نحن لدينا شراكة قوية جدا مع مصر، وهي من يعني أبرز الأمثلة للتعاون الأمريكي العربي لمواجهة تنظيم داعش مثلا. مصر عضو في التحالف الدولي ضد داعش،
ونحن نتطلع للمزيد من التعاون مع شركائنا من هذه المنطقة العربية. سيد ناثان تيك المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية كنت معنا من الرياض، نشكر لك كل هذه التفاصيل.